ثلاث خير، اللهم لك الحمد، وسيول ما شاء الله، والله احنا في نعمه ما اعلم بها الا الله اللي خلقنا. الحمد لله، الحمد لله، الله يزيدك. يلا يا عيال شوفوا، يلا بارك الله، سوق معاهم يا عمر، سوق هناك خرجها هناك شرق. ما شاء الله، الغنم تبعك هذه؟ ايوه. الله يبارك لك ويصلح لك عيالك. خلوها ترى، خلوها تملي قلوبها من هذه النعمه. ما شاء الله. نبغاكم تفضلوا معنا. الله يغنيك. تفضلون. تسلم، والله ان لنا ارتباط. تفضلون حياكم الله. تسلم، الله يبارك لك، لكن عجزنا ان تعدى المكان الجميل هذا وهالخضره. الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله، الله يوفقنا وياك. والله في نعمه. أمازون السعودية كما يسميه أهل الوادي، يشبهونه بنهر الأمازون في أمريكا الجنوبية، أكبر أنهار العالم، وذلك لكثافة الأشجار وكثرة أنواع الحيوانات والطيور، خاصة ببغاء الدرة. وادي بيش أكبر الأودية الجارية في الجزيرة العربية. طول الوادي قرابة 240 كيلو، يبدأ من الأراضي اليمنية وينتهي بالبحر الأحمر في منطقة جازان. عرضه في بعض المواقع يصل إلى الكيلو، ويغذيه أكثر من 120 وادي. تكثر في وادي بيش النباتات والأشجار مثل الدوم والنخيل والأثل. من منتصف شهر أكتوبر إلى نهاية شهر مارس، هذا الوقت المثالي لزيارة الوادي. الوادي يعج بالحياة وتغمره البساطة وروح التعاون، وأرضه خصبة زراعية تزرع فيه الخضروات الموسمية والذرة والكثير من الفواكه مثل المانجا والبابايا والموز.